قول لي بقى بشكل عام الاجواء ايه في قطر، وهل هناك ردود على اللي عمله البرلمان الاوروبي من كام يوم ومطالبته بان قطر تمنع تجريم المثليه الجنسيه وفتح التحقيق في وفاه العمال تحت انقاض الاستادات والكلام الفارغ اللي كان البرلمان الاوروبي بيردده ده؟ هل هو في الكلام ده اللي اثير في عاجبني قطر؟ وبرضه ده يعني الشيء اللي مثير للاعجاب بالنسبه لي، وده مش بناء على راي شخصي قد ما هو تحليل للي بشوفه، لان احنا طبعا طول الوقت احنا موجودين في مؤتمرات صحفيه، في المركز الاعلامي، في مقر اللجنه المنظمه، بنتقابل مع مسؤولين في اللجنه المنظمه المحليه، لجنه الفيفا، لجنه المشاريع والارث، كل المختص بالتنظيم احنا بنتقابل فيهم طول الوقت. فدايما لما بيكون في، طبعا اكيد دي بتبقى اخبار فرضه نفسها من اول يوم في البطوله لحد طبعا الموضوع اللي حضرتك بتثيره الخاص بالبرلمان الاوروبي، مع كل موقف وكل تصريح خارجي بنلاقي بيقابل ده هنا بمنتهى يعني عدم الاكتراث. والناس هنا يعني بحقيقة حتى الفيفا، انا ما بتكلمش حتى عن القطريين او اللجنه المحليه المنظمه، حتى الفيفا الكل واخد موقف واحد ان هم عندهم بروجكت قائم بالفعل في بطولة كأس عالم تم وليد بس تنظيمها بص وفقا بص لقواعد معينة. الموضوع هو البرلمان الاوروبي مش بيستهدف اثاره الناس اللي موجوده في كاس العالم، خد بالك، ولا فارق معاك الكلام ده، هو ليه اغراض دنيئه سياسيه اقتصاديه مبنيه على ابتزاز، فبيصنع افكار وبيصنع ازمات علشان خاطر هو عارف انها مش هتتحل، فبالتالي يكون لها بدائل في الحل يبتز بيها، فاهم ازاي؟ هي دي القصه يعني. لكن بالظبط. ال 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 الصحافة القطرية، أنا عايزك تتابع ده في الصحافة القطرية وتقول لنا بكرة كيف تناولت الموضوع ده، وبعدين هل هو نقطة انطلاق لوحدة عربية؟ يعني المونديال أصله مش كورة بس، المونديال في الملعب كورة، لكن المونديال فكرة فيها تضامن وفيها وحدة شعوب وفيها، يعني أنت النهاردة لما قطر تدافع عن العقيدة الإسلامية والعربية برفضها لبعض الامور الخارجه عن الشرع بتاعنا، ده عمل وحده عربيه كلنا مع قطر في هذا الموقف. طبعا فلازم الواحد طبعا دي تنطلق مش بس بقى في الكوره وفي الرياضه والمونديال، ده على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، لان احنا بقينا منطقه مستهدفه، لان حتى البرلمان الاوروبي استهدف مصر في حقوق الانسان، استهدف قطر في موضوع حقوق الانسان والمثليه الجنسيه والكلام الفارغ ده. ده قصدي يعني، انا بس تنقل لنا كيف رصدت الاعلام والصحافه القطريه هذا الامر. وبعدين لسه في صحافه يا وليد في قطر، خد بالك لسه في جرايد بتنزل، ما تبص عليها، بيجيلكش الاوض طبعا الاوضه بيجيلكش طبعا. جورنال. لا الحقيقة، بس انت عارف يعني الالكتروني دلوقتي اسهل يا وليد يعني انت بتطلب بالنسبة من لنا، حتى ريسبشن، الجرايد في يعني اطلب من ريسبشن مش هتدفع ثمنه، ما تقلقش. من النهاردة، من بكرة الصبح هنبدأ. لو فري خلاص يعني، انا كنت قلقان من الموضوع بتاع الفلوس. هيحطوا لك في بتاع كده بتاع شيك كده، لا كفر شيك بيحطوا لك على باب الاوضه على الاكره. المهم مش هحاسب اخر يعني انا ماشي بص بتشيك يا اوت، وليد، مفيش حساب، انا عمري لو قلت كده لك، مش ماشي انا طول عمري بلبسك عادي. على طول بتلبسني والله اصلا. عموما شوف لنا الموضوع ده عشان الموضوع ده مهم جدا. وليد في اي انباء عن فكره مصر والسعوديه واليونان وفكره تنظيم كاس العالم؟ هل يعني طرح او نوقش او انت ناقشت من اي حد في هذا الامر، ولا الناس مشغوله طول الوقت بالمونديال القائم؟ يعني في ناس يعني من الابهار اللي قطر عاملاه فرددت فكره انه ممكن تتكرر في دول عربيه اخرى قريبا، ولا الناس مش مشغوله هو بالقصه دي احنا دلوقتي؟ بنتسائل، لا احنا كاعلاميين مصريين احنا اللي بنتسائل، يعني احنا لم نثير الموضوع لكن احنا اللي بنتسائل طول الوقت مدى جديه او مدى حقيقه ان في من فعلا إعلام ملف غربي مصري ولا من سعودي، إعلام عربي من ولا؟ اعلام غربي وعربي، اعلام غربي وعربي، اعلام غربي وعربي طول الوقت. يعني لما بنيجي نتكلم في دايما في اكتر من وقت او اكتر من مره بنتسائل هل الموضوع حقيقي؟ هل فعلا في ملف؟ هل فعلا تقديم ل 30 ولا 34؟ طب ازاي لو تم الموافقه ازاي هتقسموا المجموعات؟ في يعني كده دايما مسار نقاش. فطبعا احنا بنتكلم في حدود المعلومات المتاحه لينا، لكن الموضوع طبعا اعتقد ان الحقيقه
وخلينا نقول بنسبة كبيرة جدا 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 قد تتخطى 90% من خلال يعني انا شغلي، مجال شغلي كاعلامي بغطي البطوله. انا مش شايف لحد دلوقتي اي مشاكل في تسهيلات، في حاجات كتير جدا، في مساعده، في نجاح. يعني انا شايف في نجاح في التنظيم حتى هذه اللحظه على مستويات كتيره جدا، وبالتالي واضح ان منطقتنا، المنطقه العربيه والدول العربيه، قادره على انها تنظم احداث كبرى. اعتقد في مجرد بدايه تنظيم قطر لكاس العالم، مجرد بدايه لتغير كبير في شكل المنطقه على المستوى التنظيمي. احنا يعني مصر طبعا كان لها تجارب كتير جدا عالميه وقاريه في التنظيم وكانت كلها ناجحه. دخلنا في مستوى اعلى، مستوى كاس العالم بالنسبه لقطر. مصر حاليا بتسعى لتنظيم طبعا دوره اولمبيه وتنظيم كاس عالم. اعتقد ما فيش حد ليه حجه بعد النجاح اللي بيحصل دلوقتي انه يسند تنظيم بطوله عالميه لاي دوله عربيه. كمان الموقف العربي اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه من شويه، انا هتكلم عنه من الجانب الرياضي. الموقف العربي الموحد ده والدعم اللي بيظهر في الاوقات الصعبه طول الوقت حتى على المستوى الشعبي، بعيدا حتى عن المستوى السياسي، المستوى الشعبي كمان ده واضح بشكل كبير. اعتقد ان كل دي مكاسب لازم نبني عليها. وكمان هديك حاجه بقى كده يعني من الكواليس، لانه انت عارف ان استاد 974 الاستاد القطري كان فيه كلام قبل البطوله انه هيتم تفكيكه بعد البطوله، لانه استاد يعني مجهز انه تم تركيبه وهيتم تفكيكه بعد البطوله بشكل كامل. وبالتالي في فرصه لبعض الدول ان هي تحصل على استاد جاهز للتركيب. هو طبعا استاد فخم جدا واستاد جيد جدا. فانا هنا سمعت ان في اعلاميين توانسه يعني بيتكلموا ان تونس بتسعى لانها تحصل على هذا الاستاد. حتى بعض الزملاء من موريتانيا مثلا بيتكلموا ان بيسعوا للحصول على هذا الاستاد. كان في السوشيال ميديا وشفت انا بعض، انا اعرف الواحد يا وليد هو ماشي يعني بياخد فوطه يضربها في الشنطه من الفندق، ياخد مج ذكرى، ياخد ميدالية ذكرى، ياخد كوين كده العملة التذكارية، لكن ياخد استاد ويمشي. جديدة دي الجديدة دي بصراحة جديدة جدا. وليد أنا عايز أقول لك إن إحنا قرينا في السوشيال ميديا تسريبات حتى من بعض المسؤولين عن استاد الأهلي ورعاة استاد الأهلي، الشركة اللي بتطرح نفسها للرعاية. طب ما دي فكرة، ياخدوا الاستاد على طول من الأهلي. الأفكار لا بتهزر. ده حقيقي، ده أنا قريت. لا ده فعلا، ده كان تسريب من احد المسؤولين عن الشركه الراعيه اللي هترعى استاد الاهلي، اللي اتكلموا عنها انه في فكره تم طرحها بدل ما نقعد نبني في الاستاد 15 سنين احنا نحصل في السوشيال ميديا يعني في تسريبات. لا يعني دور في صفحات رسميه ولا حاجات فيك ولا ايه؟ صفحات رسميه. لا إيه؟ صفحات رسميه. لا انا مش متذكر المصدر، ممكن ارسله لحضرتك في الحلقه دي. ايه يا وليد ده موضوع مهم جدا. موضوع مهم جدا طبعا، وبعدين هو مش موضوع خيالي، هو موضوع يعني قابل للتحقيق، لان انت زي ما قلت لك الاستاد بشكل قابل كامل. يا ابني ده الاهلي ممكن على اخر السيزون يبقى عنده استاد الاهلي خلاص قابل للتحقيق. ده احنا هنبعت طبعاً، ما هو هنبعت مركب هنبعت مركب و12 كونتينر هناخد. طيب ده انا بقول لك اهو بقى على يعني مينا العين السخنه ونجيب العربيات اللوري على الشيخ زايد، خلص الموضوع. طيب نلحق بقى عشان الطلب عليها يبقى زايد. فبوكس تو بوكس يتبنى الموضوع ده ويتبنى الحصول على 9 إيه؟ 7 انت حضرتك دلوقتي هتكلف ان انت تاخد الرجاله انت نفسك يعني. لا سيب لنا احنا المشال، انت دلوقتي تعمل بسرعه تسرش وتبعت لي الحاجات دي حالا عشان هنتناقش فيها في حلقة النهاردة. تمام ماشي. يلا قبل الراجل اللي وراك ده اللي عايز ينظف. أوكي. ده الراجل اللي وراك ده عايز خلاص ينظف ظهر معانا في الكادر. بشكرك يا وليد، شكرا جزيلا.